ارمي سلاحك انت وهو، انزل على ركبك. براحتك يا واد الهلالي، اقبض علي، انا طالع طالع وانت ما هتشوفش مرتك. وص حسام. لا يا حسام. حسام فاتن. سامحنا معتز، سامحنا صاحبي. والله العظيم ما كان قصدي، انت الوحيد اللي عارف انه ما كانش قصدي. انا كنت في دنيا تانية يا معتز، ما كانش في دماغي غير سلمى وطارة. معتز استرها يا رب، استرها يا رب عشان خاطر بنته ومراته. معتز حبيبي يا حسين، حبيبي اللي حصل لك، اللي حصل له يا حسين. الحمد لله. مين عمل فيه كده؟ استهدي بالله بس. انت كنت فين يا حسام؟ انا كنت موجود والله. احنا حصل ايه؟ حصل تعامل اثناء المأمورية. ف الله يحرق المأموريات بتاعتك على الشغلانة بتاعتكم. حسبي الله ونعم الوكيل في اللي عمل فيه كده. اهدي بس يا مدام ايمان، ان شاء الله خير. طب الدكتور قال لك ايه؟ هسأل الدكتور، هسأل الدكتور عن الحالة. طب روح اسأل الدكتور يا حسام. ليه يا معتز كده؟ حسبي الله ونعم الوكيل في اللي عمل فيك كده. الوطن الكبير، قصد الرجاله دي كلها كيف يحصل كده وهم واقفين زي البهايم؟ خدوهم على اخوانه وتفرجوا عن بعضيه. أو يعني منصور الكبير اتحركوا على قطيعه يسيبوه والكلاب بتنهشوا. الف رحمه ونور تنزل عليك يا كبير. عرفت الظابط اللي قتل ابوي؟ كنش دي الظابط اللي قتلنا مرته ورمينا جتته في البحر؟ ايوه. هو ما اتشغل ولا ردت له الروح تاني؟ بانه زي القطط بسبعة ارواح. يمين بالله، يمين بالله لخطف روحه قطر والجزمة اللي داس بيها على رقبة الكبير ندوس عليه هو وعيلته بفرة. ومين سمعك يا سيدياب؟ ده انا النار اللي لساها جايده في قلبي من ساعه ما قتل اخويا محروس لغايه دلوقتي. حياة ده وما بقاش حكمت لو ما انتجمتش منيه، خليته يندم على كل لحظه عاش فيه. الظابط التاني ليه؟ اللي وقع حصل له ايه؟ لحقوه ونقلوه على المستشفى. كفاية نيته، كفاية نيته باللي كان عاوز يعمله مع ابوي. نيته بس تخليني اشرب من دمه. نيته. مش لوحدك يا سيدي الناس، احنا كلنا لازم ناخد بطار الكبير من الكلاب دول. حملوني لوحدي دلوقتي، حملوني. بعدين يلا. سامحني يا كبير، سامحني يا ابوك. Thank you.
الله يرحمك يا كبير، يبشبش الطوبة اللي تحت راسك. ما كانش يومك يا كبير يا مراري. نعمل ليه من بعدك يا بوي؟ يا ويلي من اللي حنشوفوه في الأيام الجاي. مرار طافح الله يرحمه كان مفتري، بس كان ظهر وسند لينا. واه يا خوفي لما الكلاب السعرانة تنهشف لحمنا وما نعرفوش نسكتها. والعمل يا رجال، مين اللي هيتصدى لأي خطر ممكن يواجهنا ويبقى كبيرنا؟ مت يا بوي، مت قبل دياب لحاله. ما انت عارف يا بوي ماليش غيرك في الدنيا دي. نامي نامي وارتاح يا سلمى. خلاص يا حبيبتي، خدت لك طارق انت وسلمى الصغيره. لو كان عليا لي عاوز ادفن جارك في قبرك. وحشتيني وحشتيني، ومستني اليوم اللي قبلك فيه بفارغ الصبر. اوعك تفكر يا ابوي اني بعدك عايش في الدنيا دي. الدنيا بعدك بقيت قبل كبير يا ابوي، كبير كبير. مهما وصفت لك قد ايه وحدتي من غيرك مش هتصدقي. الله يرحمك يا حبيبتي. سامحني يا جابر، سامحني يا اخوي، قتلوك قدام عيني وما قدرتش اعمل اي حاجه. عمري ما حبيت ولا احب حد قدك. الرصاص اللي دخل صدرك دخل صدري وقلبي كمان. عارفه يا سلمى، من ساعه اللي حصل وانت صورتك قدام عيني بتخيلك وبقعد معاك وباخدك في حضني، بس لما بفوق وبلاقي نفسي لوحدي بتعب. كنت مت يا جابر، بس والله انا لحد دلوقتي بنسف، والله بنسف يا ابو. بتعب قوي يا سلمى. أنا عارف يا أبوي إنك قرقان في قبرك على تارك وحياة خطفتك اللي قطعت بي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خذ بتارك أو أنا أرجعك. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. والآن يتسلم المقدم حسام نجيب الهلالي نوط الشجاعة من السيد وزير الداخلية. طالما مالك نامت بقى انا اروح المستشفى. يا ماما كنتي روحتي سلمتي جايزه جوزك يا حبيبتي؟ جايزه ايه والنبي يا ماما؟ بس ادعي لمعتز يقوم بالسلامه، هي دي الجايزه الحقيقيه. بنيله يا حبيبتي، ربنا يقومونكوا بألف سلامة يا رب. ربنا يخليك يا ماما، معلش بتعبك معايا. طيب صباح السلامة. نوض الشجاعة للرائد معتز عز الدين الحكيم، يتسلمها عنه المقدم حسام نجيب الهلال.
ازيك عامله ايه؟ ازيك تمام. معتز اخباره ايه النهارده؟ الدكتور لسه مطمنا عليه. هو مشي الدكتور؟ لا عنده مرور وهيجي تاني. من فضلك اول ما يوصل خليه يعدي. حاضر تحت امرك. تمام تمام. طيب بس شكرا. ميدالية تشجيعية للنقيب محمد نجيب الهلالي. يا رب يا سعادة الباشي أكون عملت المهمة زي ما أنت عايزها. أنت عملت اللي عليك وزيادة يا طاهر. ومن بكرة إن شاء الله تقدر ترجع شغلك تاني في البوفيه عندنا في الإدارة. بوفيه؟ بوفيه إيه يا سعادة الباشي؟ ده أنت سيادتك مواعدني إنك تثبتني على درجة. وأنا عندي وعدي، بس عندنا مشكلة صغيرة. مشكلتي إيه؟ ما ينفعش اثبت واحد بصمجي يا طاهر. بصمجي ايه يا باشا؟ بصمجي ايه تف من بوقك؟ داني معايا اعداديه. ما تنفعش. يا اما مؤهل متوسط يا اما مؤهل عالي. ايه الحاجات الغريبه دي؟ يعني هو بعد ما شاف ودوه الكتاب؟ بقول لك يا طاهر انا مش ناقص وجع دماغ. روح ذاكر وخد لك شهاده وارجع لي وانا عند وعد ليك هثبتك ومكافئتك محفوظه. طب يعني يا باشا سيبك من موضوع الشهاده. خلينا في المكافئه. كام؟ باكوين. باكوين ايه؟ 2000 جنيه يا طاهر. 2000 جنيه ايه يا باشا؟ ده قبل خصم الضرايب. هي كمان فيها ضرايب؟ حق الحكومه تاخده ولا ما تاخدوش؟ لا تاخده. تاخده يا باشا، ده اني عينيا للحكومه، واذا كانوا مزنوقين في المبلغ خلوه لهم. انت هتجبي على الحكومه يالا؟ لا مش هجبي على حد يا باشا، بس يعني بصراحه المبلغ ده قليل قوي. ده ما يجيش حق الشاي والقهوه اللي انا شربتهم. ما يجيش حق المواصلات والتليفونات اللي انا هريت نفسي فيه. شكلك هتوجع دماغي. ايه يا باشا؟ قوم سعادتك. عندي خبر ليك مش كويس. معتز تعيش انت. ايه؟ فين إيمان؟ احنا كنا عايزين نعزيها. تعبانة مش قادرة تخرج من أوضتها. ربنا يصبرها، الصدمة كانت كبيرة. الله يرحمها. يا رب ويصبرك يا إيمان يا بنتي. ليه كده يا معتز؟ ليه؟ سبتنا أنا وملك لمين؟ هنعمل ايه من غيرك؟ روحي بتتسحب مني، عايزه اشوفك تاني، عايزه احضنك، عايزه اشتكي لك منك. بحبك قوي يا معتز، توحشني قوي. الله يرحمك يا حبيبي. الناس عايزين يعزوكي بره. مش عايزه يا بابا، مش عايزه اشوفها. بوس ايدك والله ما قادره يا بابا. والنبي يا بابا، والنبي يا بابا. قال لي يا فندم
حياتك البائس. نقيب محمد الهلالي يا اخويا. بقى في حياتك يا فندم. حياتك البائس، اتفضل. ترى نقدر نعزي مدام ايمان؟ ايمان منهاره من ساعه اللي حصل، قافله عليها اوضتها ومش بتطلع خالص. خدت حقنه مهدئه ومفيش فايده. كل ما ادخل عليها الاقيها ماسكه صورته وبتكلم. ربنا يصبرك ايمان. ربنا يصبرنا كلنا. هي دي بنت معتز مش كده؟ ايوه اتشتمت بدري. انا اسف والله العظيم اسف، مع اني عارف يا بنتي ان اسف مش هيفيدك. متأكد انك لما تكبري وتعرفي ان انا كنت السبب في حرمانك من ابوكي هتلعنيني الف مرة. مش بقيت تفكري تقتليني، وهيبقى عندك حق، اني استاهل اكتر من كده. حسام، حسام انا بقول يلا بينا، يلا يلا. معلش انا اسف يا فندم، ويا ريت تنقلي تعزينا لمدام ايمان. مش الباقي في حياتك مره تانيه. شكرا. امال معتز ومنيره فين يا عفيفه؟ انا اقول لك انا يا حاج، اصل بصراحه بقى معتز كده جم امبارح بالليل يا حاج عشان يطمنوا عليك، بس انت كنت نايم. وبعدين يا حاج ما انت عارف شغلهم بيبقى الصبح. يعني هم بخير؟ اطمن بخير، المهم انت تطلع لنا بالسلام. طب انا هطلع من هنا امتى بقى؟ منير بيقول الدكتور طمنه وبيقول احتمال تطلع بكره. منير ما تجيبليش سيرته، يا ريتني ما خلفته ولا شفته ولا عرفته. الواحد لو كان ربى كلب كان طمر فيه. ايه ده يا حسام؟ ايه ده حبيبي؟ ما تعملش في نفسك كده، العمار بيد الله ومعتز عمره انتهى لحد كده. انا اللي قتلته يا ماما. ما تقولش كده يا حبيبي، قتلته ازاي بس؟ انا لا بخرف ولا بقول كلام فاضي. معتز حاول يمنعني من قتل منصور البطاش، زقيته بعيد عني وقع من على الجبل مات. يعني قتلته ورملت مراته ويتمت بنته. بس أكيد ما تقصدش يا حسام، أكيد. النتيجة واحدة، مات، مات. يا ابني يا حبيبي، ربنا رب قلوب، ربنا رب نيات، وبين عارف نيتك كويس قوي. وبعدين معتز ده مش كان صاحبك وحبيبك؟ يعني أكيد ربنا هيسامحك. ليه يا رب كده؟ استغفر الله العظيم يا رب. اللهم الاعتراض، اللهم الاعتراض. سلمى راحت هي واللي في بطنها بسببي، ومعتز صاحبي واخويا راح برضه بسببي. اهدى حبيبي اهدى. ليه؟ اهدى حبيبي. ليه؟ اهدى حبيبي اهدى. اهدى ما تعملش في نفسك كده، اهدى. اهدى ازاي بس يا عم؟ الله يرحمك يا معتز. الله يرحمك. الله يرحمه ويرحمنا جميعا. لا 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 ما تعملش في نفسك كده يا حسين. عشان خاطري. لا يا حبيبي. اعملش في نفسك كده، اعملش في نفسك كده، اعملش في نفسك كده يا حبيبي. هتجنن يا امي. معلش يا حبيبي معلش.